الجيش تدري يعني كان عندنا ضباط محترمين، كان عندنا يعني جيش يعني يحسب على حساب في العالم. كان تسلسل 4 في بعض السنوات قبل دخول الكويت تذكر يمكن في العالم. ها اللي صار سقطة الموصل، قبل ذلك الانتماء إلى الجيش أو الحرس الوطني في حين بعد الاحتلال كانوا من طائفة واحدة، كانت المحافظات الغربية لا تدخل الجيش لأسباب أمنية ذكرها، كانت موجودة القاعدة وكذلك. فوجود صنف واحد من مكون واحد في الموصل، والموصل هي أم الجيش قبل 2003، وللأسف بعض قيادات الجيش هناك وبعض حتى المراتب أساءوا لأهل الموصل مرة ماديا مرة معنويا، لذلك تهيئت الأرضية لاستقبال مثل هؤلاء الإرهابيين. فعندما جاءوا داعش، داعش لم تكن قوة كبيرة. وهسه من يحكم الموصل؟ ها؟ وهسه من يحكم الموصل؟ بدي احكي اليوم أمانة ما تراجع أسباب أسباب السقوط وغيرها، أحكي نتائج ما بعد 9/6 يعني التحرير وغيره. شو ولدنا هسه من يحكم الموصل؟ يعني أو اللي يحكم الموصل اليوم انت قلت انه مدى ما يحكموها اهلها، اهل الموصل، اهل الجيش السابق الكذا اللي هو رابع بالترتيب العالمي. يحكم الموصل اليوم الفصائل المسلحه اللي تابعه للحشد الشعبي، يحكم الموصل اليوم البكك، وقد ياتي قوات الجيش والشرطه بالمرتبه الثالثه لبعض الامور، بس الامور الحاسمه الحشد بكك هذا. وضعنا يعني نرجع لموضوع المخاطر، هل كانت مخاطر العراق 2014 مثل المخاطر هسه؟ هل كانت سيادة العراق 2014 مثل السيادة المخترقة يوميا هسه؟ هل كان الفساد رغم كم الفساد الهائل اللي كنت تطلع به انت والزميل الحمداني نور الحمداني كل اسبوع، هل كان مستوى الفساد بمستوى الفساد الان؟ كله في تراجع. تفضل. شكرا لك مره اخرى. انا اقول لك اذا انا كنت اتصور سؤالك عن اسباب فلهذا جيت، لان كنت بعد مقدمة انا جيت اقول لك اليوم انا خلني اتكلم اتكلم بصراحه وراح افاجئك بالاجابه اكثر ما انت والله تفاجئ الناس. اي لا لا، اولا من حرر العراق بشكل كبير هي فتوى المرجعيه واللي جاوا بها الحشد الشعبي. الحشد الشعبي في تلك الفتره لم يكن حشدا حزبيا، لا اللي جاوا بها المتطوعين. احسنت، لم يكن حزبيا. الأحزاب ركبت هذه الفتوى وأسست هذا الحشد لفائدة ولبسط النفوذ، هذه بعد الحرب وبعد التحرير. اليوم ولا زال هذه الفصائل، لا زالت هذه الفصائل هي محترمة وجيدة جدا، لكن خلم بالقيادات. اليوم هذه الفصائل البعض منها وكثير منها لو تروح له وتقول له تعال أنا أنخرط في مؤسسات الدولة يقول لك والله أنا أخذ لك تحية لأن دولة